تمثل عليهم ذاك الاسم تاع الظلام. الا كشتي شي ظالم هما مسؤولين. ايكوماي اكبر ظلام، خذوا لنا حقوقنا، خذوا لنا صحتنا، خذوا لنا وقتنا من وقت ولادنا. كانوا يعطونا جوج ريال كنحضروا روسنا وكنديوها وكنسكتوا، كنديو جوج ريال وكنسكتوا، ما قادينك حتى حاجه. ومن المشكل والحاجه الكبيره اننا خدينا التجاري باش نعاونوا راسنا، نعاونوا ولادنا، بقاو كيقطعوا. واحد اللحظه عطوني بنت خايبه وخاويه، خاويه عطوها لي خاويه. علاش عطوها خاويه؟ قال لي غنقطعوا لكم جوج تريتات، عطوني وقع خاويه. جيت مشيت كنبكي في داري، مشيت كنبكي اش غندي ولادي؟ ما انا خدامه، راجل ما خدامش، والولاد صغار اش غادي نعطيهم؟ اش غنمديهم؟ الله اللي عارف كل واحد. خديت تجاري كملته، كملته وكيصيفطوا لي لحد الان انهم كيتسالوني مليون وزياده. كي كملت كل ما كملتش كملت وكيقول لك مليون وزياده عطيها لينا تاع التجاري. ما سلام علاش دوك اللي كانوا في الاداره جيت قطعتي لي البلتان صيفطيني كنبكي بدموعي عند ولادي ياك. وفي الاخر ما كنتيش كتخلصي، كنتي كتاخذي وديري في جيوبك، كنتي كتاخذي وديري في جيوبك. اكبر ظلام شفناهم هما مالين ايكوماي. واللي شاف لي كونط خماتر كلشي كنعرف، كلشي كنعرف في المساله تاع الشركه، ولكن كانوا خدامين علينا باش يخرجوا بينا العادات، خرجوا بينا الكاميوات. الكاميوات كانوا كيمشيو بالاطنان، كنا كنبقاو قلت لك حتى 3 الصباح، وربي ياخذها ليا من حسناتي، من حسناتي ياخذها ليا، ياخذها ليا من حسناتي. انا اللي كنت خدامه في المكازا، وانا اللي كنت كنشارجي ولدت ولادي بجوج، وانا حامله وكنشارجي الكاميون، كنشارجي الكاميون، كنهز لي بار. انا اللي كتعرفوا لي بار، كنهضر عليكم انا اللي كنتوا خدامين معانا واللي كنتي بقى منا. كنا كنهزوا الحديده طول ديالها ما عرفت شحال، كتعمر لا رموك، كيتعمر لا رموك الاول، المرموك الثاني ها هو دخل كاميون اخر، فين الكاميون الاول وكاين الكاميون الثاني. لمده ما عرفتش 20 سنه وحنا في هذا النهج كنشوفوا الشفره بعينينا، كنا كنشوفوا الشفره بعينينا. علاش؟ حيت حنا كنا خدامين في المكازا، كنا عارفين اسرار المكازا، كنا عارفين اش كيدور في المكازا. عمرك شتي واحد كيدير الحوايج تحت المونطو كيخرج؟ عمرك شتي؟ وكنا حاضرين راسنا. علاش؟ غنقولوا شي حاجه غادي يعاقبونا، غنقولوا شي حاجه غادي يجريو علينا، غنديروا شي حاجه غادي يدلونا. كنا مدلولين وما نقدروش نهزوا الراس، ما نهزوش الراس. بخلاف شركات اخرين انا كنهضر ايكوماي، ايكوماي عالميه، ايكوماي عالميه. كان دانيال هيشتر كيجي، كان في سالورون عندنا، كان مونكيزي عندنا، كان بيير كاردا عندنا، كانوا لي مارك العالميين عندنا حنا. وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم، معكم اخويا ابن احدى ضحايا ديال العمال شركه النسيج ايكوماي، اللي معروفه على الصعيد العالمي ماشي الصعيد الوطني، معروفه بان شركه رائده في النسيج. من دابا تقريبا من 2009 توقفت الشركه. كيفاش توقفت؟ العمال قالوا لهم خذوا كونجي كيف ما كياخذوا كل عام كونجي ديالهم. شويه كيتفاجئوا براسهم انهم اللي جاوا من الكونجي لقاو الشركه مسدوده، داروا وقفه احتجاج ديك الساعه، داروا داكشي اللي كان خاصو يدار داروه. مهم داروا محامين، تحكمت المحكمه بواحد النصيب، كل واحد شحال جاته على حسب الاقدميه ديالو. مثلا الام ديالي انا عندها تقريبا 29 عام، جاتها 17 مليون، ملي جاتها تخلص عند المحامي عطاها 90000 ريال ديالاش. كاين اللي مات بحال الام ديالي، انا دابا مقعده ما قادرش تحرك، جيت انا بلاصه كنوب عليها. يعني بزاف الاشياء اللي كاينين، كاين اللي مات، كاين اللي ما قادرش يخرج، كاين اللي لعن الله فين تلات به الايام. حنا جينا هنا عند السانديك بصيفته انه هو اللي كان كيمثلنا كعمال وكعاملات، ما كانش كيحضر. من بعد ما عرفناش، من بعد عرفنا بانه ما حضرش الجلسات، حتى جلسه ما كان كيحضر ليها، ما عطاناش التصريحات ديال الممتلكات ديال الشركه، بزاف الاشياء، ما عطاناش الصندوق اللي كانت كتدخل له 10 المليون كل شهر ديال اللايكه باش كانت كتكرا الشركه في الازمه ديالها، مع الشيكات ديال الشركه اللي كانوا هما ديال الشركه خاصهم يدخلوا الصندوق ديال الشركه، ما عرفناش فين مشاو، فين ما كنجيو عدو ما كاينش. والدليل هو دابا حنا جينا ما جاش، الناس خبروا بان الناس ديال ايكوماي جاو وما جاش. يعني بزاف ديال التلاعبات. حنا بغينا نعرفوا التواطؤ واش هو كيمثلنا حنا كعمال ولا كيمثل المؤسسات اللي هما راسماليين. وهذا الشعب هذا كيضيع، وهذا الشعب هذا كيموت. كاين اللي كما قلت لكم كاين اللي مات وما خداش حقه، وحنا غنبقاو ندافعوا على حقنا حتى ناخذوا حقنا. علاش؟ لانهم هما صحاب اللي خذاو الحق ديالنا، غنبقاو ناخذوا حقنا. والاكثر من هذا انهم الناس الوقت اللي خداو لانتريت ديالهم لقاو راسهم عامين ديال لاسينس
عامين ديال لاسينيساس يعني صندوق الوطني ما تقيداتش لهم ما تسجلاتش لهم، كانوا كيقطعوا لهم وما كيعطيوهمش. لاسيمي الصندوق المهني للتقاعد حتى هو كانوا كيقطعوا لهم وما كانش كيتوصلوا. الناس ما خذوش حقهم وما خذوش حتى التقاعد ديالهم كما يجب، ما خذوش الام ديال حتى حد الضحايا هادو. واكثر من هذا كاين شي اربعه العيالات ولا خمسه على اللي بانوا دابا ان كانت كتقطع عليهم البنكه والبنكه ما كانتش كتاخذ فلوسها، حتى كيتفاجئوا دابا بان خاصهم يحطوا الفلوس وهما عندهم بلتانات دو باي ديالهم بان الفلوس قاطعينها لهم. هاد الناس هادو كلهم ضحاو. الشركه اللي هي ايكوماي لشركه عالميه كانت عباره عن براكه. انا كنت كنمشي عند الام ديالي انا صغير كانت باقا صغير البراكه صغيره، غدا وكتكبر الوقت اللي كبرات لاحوا الخدامه ها هما دابا كيما كتشوفوا. ونعاود نقول لكم كاين اللي مات، كاين اللي مات، كاين اللي مات، كاين اللي ما قادرش يتحرك على رجليه. وهاد الناس هادو ما كاينش اللي حاسبهم. حنا كنجيو عند السانديك دابا باش يخبرنا، ومن هنا غنمشيو عند المحامين ديالنا باش غنسحبوا الوكالات ديالنا باش نعطيو محامين اخرين اللي غيكونوا كيخافوا الله وغيجيبوا لنا الحق ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صبرنا معاهم وخدمنا معاهم تعذبنا معاهم 34 عام وحنا خدامين معاهم، خدمنا معاهم في براكه الما كيقطر علينا، ورغم داكشي صبرنا معاهم. داروا شحال من شركه على دهورتنا وكيبقاو يشدونا حتى 10 الليل، هما يشدوا الطوموبيلات حنا نمشيو على رجلينا. كنقولوا ما كاين باس كنصبروا، الدنيا خاويه. شحال مره تلقى لي شفار والله القسم، دا لي الساك كله غدايا، دا لي اي حاجه. ودابا خلاو علينا الكريدي وانا مريضه كنداوي، راجلي ما خدامش، ولادي ما خدامينش، خلونا في الكريدي ما عقلوش علينا، خلونا في هذا الحال. وانا حامله عندي 9 شهور وكنجي في الوقت، الا تعطلت على دقيقه كيردوني يعطيني ميزابي. وشحال من وحده ولدات تماك، بغينا حقنا، بغينا حسابنا، ضيعونا، تعداو علينا. ضربنا مع هذه الشركه فوق 40 عام الوقفه، ما اي باب دقيناه ما كنلقاو حتى شي باب اللي حتى حد ما عطانا حقنا. لاحونا 11 عام هذه ما خدينا لا حساب، نطلعوا اي باب دقيناه مسدود علينا. دابا 11 عام هادي كنطالبوا من جلاله الملك ومن الناس المسؤولين ديال البلاد ومن كل هو مسؤول يشوف هاد الناس ضاعوا، كلهم مراد، كلهم مشاو بالحقوق ديالهم، مشاو لهم الديور ديالهم بالكريدي، مشاو لهم تسلفوا من البنكه وكانوا كيقطعوا لهم. وهاد الناس ما خادوا حتى شي حاجه، والسندي كنجو عنده ما كيستقبلناش. دابا شوف شحال ديال الناس، هاد الناس كلهم ضاعوا، شي مريض، شي مات، اي باب دقيناه ما كنلقاو حتى شي باب اللي يعاوننا ولا شي مسؤول. حنا دابا كنطلبوا من جلاله الملك ومن الناس المسؤولين ديال البلاد يشوفوا بعين الرحمه بهاد الناس. راه كلهم تشردوا، راه كاين اللي مسكينه خدامه هي وراجلها، كاين اللي خدامه على وليداتها، كلشي تشرد، حتى واحد ما خدش ريال. حنا كنطلبوا وكناشدوا وكناشدوا جلالات الملك الله يطول لنا عمره والله يخليه لينا، عاش الملك، يشوف بعين الرحمه في هاد الناس المسؤولين. وحنا كنطلبوا كل من هو مسؤول في هاد البلاد يتعاون مع هاد الناس. 11 عام راه ما يمكنش الدوسي ديالنا كيغبروه، فحتى كنقولوا راه وصلنا لشي حل وفي الاخر حتى شي نتيجه ما كناخذوها.